مشروع مركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة. أنشئ المشروع على مساحة حضرها 6 فدان حوالي 26,000 متر مربع. احنا سيادتك واقفين هنا مبنى منتدى الشباب. سيادتك أنشئ على مسطح حوالي 2300 متر مكون من دورين أرضي وأول. الدور الأرضي سيادتك فيه قاعة متعددة الأغراض سعة 350 فرد، وفي كافيتيريا، وفي فصول تعليمية ومكاتب إدارية ودورات مياه. الدور الأول العلوي في سيادتك فصول تعليمية معامل حاسب آلي، وفي مكتبة، وفي دورات مياه ومكاتب إدارية. تمام سيادتك. مبنى السينما والمول التجاري أنشئ على مسطح حوالي 3000 متر مسطح، عبارة عن بدروم وثلاثة دور. البدروم فيه جراج سعة 90 سيارة ومخازن للمحلات المول التجاري. في 4 قاعة سينما، سعة القاعة حوالي 180 فرد، ومحلات في الدور الأرض الدور الأول والثاني محلات تجارية سيادتك. في المبنى الإداري اللي هو إن شاء الله هيدار منه المشروع سيادتك، مبنى المسجد أنشأ على مسطح 450 متر حوالي 400 مصلي 300 رجال و100 سيدات. الدور الأرضي فيه حمام سباحة تدريبي 12.5×25، وفي صالة ألعاب رياضية، وفي مطعم لخدمة الرواد.